بسم الله الرحمن الرحيم. قرار الحكومة الكورية تزويد آل خليفة بأكثر من 1.5 مليون من قناني الغاز المسيل للدموع والكيماوي هو قرار بحق مجحف بحق الإنسانية وجائر، وسيعارضه شعب البحرين وسيظل يواجه هذا القرار، لأن العديد من المواطنين قد استشهد تحت أو بسبب هذا الغاز. وبالتالي فإن على هذه الحكومة أن تتوقف فورا عن تزويد هؤلاء الدكتاتوريين بهذه الغازات القاتلة. شعبنا لن يسكت ولن يصمت ولن يقبل بأن يقتل تدريجيا بالغازات التي تحصد أرواح الأبرياء والأجنة والرجال والنساء والشباب والشيوخ. فما جرى في العامين الماضيين يؤكد أن الشعب لن يسكت حتى يصلح الوضع ويطهر البلاد من هذه الحفنة الضالة الجائرة، وأن هذه الأسلحة الكيماوية لن تؤثر في عزم هؤلاء الأبطال.